إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطاهرين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي بالخضار وتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته حيث أمرنا في محكم التنزيل. قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رأينا الخطبة الماضية أن قوانين الطبيعة تسري على الإنسان والحيوان على حد سواء. قوانين التناسل، قوانين الأكل والشرب والمسكن إلى غير ذلك كالقوانين والنواميس الطبيعية، إذ الإنسان جزء منه حيواني. زيادة على التكاليف الطبيعية، المسلم أيضا تسري عليه قوانين تاريخية اجتماعية كسائر الناس. فالمسلم في المجتمع ملتزم بقوانين تحكمه وتحكم غيره أيضا، خاصة في المجتمعات الغربية التي نعيش بينها. فإذا هناك تكاليف كمواطن المسلم يتحمل جزءا من التكاليف، إذ الحياة الاجتماعية تتطلب قوانين، فهو مطالب بهذه التكاليف. زيادة عن القوانين الطبيعية والاجتماعية والتاريخية والسياسية إلى آخره، المسلم مطالب بتكاليف دينية شرعية. وذكرنا أن هذه التكاليف الدينية التي جاءت من عند الله مباشرة عن طريق الوحي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس القصد منها إشقاء المسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالدين ليس من مقاصده زيادة الحرج والعنت والإرهاق على المؤمن، بالعكس جاءت التعاليم الإسلامية في خدمة المؤمن بل وفي خدمة الإنسان التي جمعها. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك جاءت تكاليف الإسلام بما يستطيعه المسلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فليس القصد من الصلاة والصيام والحج والالتزام بالحلال والابتعاد عن الحرام، ليس القصد منه العنف، بل بالعكس، ليعيش الإنسان حياة طيبة يحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات، ليعيش الإنسان طيبا في الدنيا وطيبا في الآخرة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولم يفرض الله عز وجل على عبده المؤمن أن يختار بين الدنيا والآخرة، لأن الدنيا هي مزرعة للآخرة، بخلاف ما يعتقده كثير من المتدينين بين قوسين أن من سعى أو أراد الآخرة أضر بدنياه. هذا المؤمن الذي فرض على نفسه هذا القانون، أما الله عز وجل جعلك في الدنيا لتسعد
ولتسعد في الآخرة. هذا ينبغي أن يدخل في اعتقادنا. فليست أحكام الشريعة جاءت لتزيدنا كبدا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا كبد الدنيا وكبد الطبيعة، وهذا يشترك فيه الحيوان والإنسان والمسلم وغير المسلم. لكن تعاليم الإسلام ليس القصد منها أن تزيد على المسلم رهقا، بالعكس، ولكن بشرط أن يحسن الصلاة ويحسن الصيام ويحسن التفاعل مع شريعة الله عز وجل فهما وتنزيلا. أما قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا ليس معناه أن يترك الإنسان الدنيا، بالعكس، من سعى سعيا حسنا إلى الآخرة سعد في الدنيا، لأن الذي يسعى إلى الآخرة يفعل الخير ولا يحقد على أحد ولا يكذب ولا يسرق، فهو سعيد في الدنيا قبل الآخرة. لكن الذي يؤثر الدنيا المادية التي تبعد عن الله يضر بدنياه ويضر بآخرة، ليس هناك من تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف في أذهاننا. والدنيا في القرآن دنيانان، دنيا حسنة ودنيا سيئة. وعندما تكون الدنيا محل الذم في القرآن يراد بها الدنيا التي تبعدك عن الخير والحياة الطيبة. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قلقا، لا روح فيها ولا خير فيها، لأن الذي يفعل الخير يفعله لنفسه، من عمل صالحا لنفسه، ومن أساء عليها، الشر يلقى لقوانا صاحبه، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالذي يصنع الخير رجاء الآخرة يسعد في الدنيا قبل الآخرة. أما الله عز وجل فلم يجعل الإنسان في هذا الحرج أن يختار بين الدنيا وبين الآخرة، بل بالعكس، إذا كانت دنياه فيها نكد تضررت آخرته. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، الفقر يؤدي إلى الكفر، ولذلك على الإنسان أن يسعى للاستغناء. وأنتم ترون الفرق بين صلاة الجائع وصلاة الشبعان، الذي شبع يحمد الله من قلبه، أما الجائع فهو يحمد الله على نكد وبدن. ولذلك إذا حضر طعام العشاء وصلاة العشاء قدم طعام العشاء حتى يصلي الإنسان مطمئنا. كان الزهاد قديما لا يتفرغون إلى العبادة إلا بعد الكسب، يكتسبون مالا ليتفرغوا للعبادة. كيف تتفرغ لطاعة الله وأنت مشغول بمطالب الدنيا؟ لذلك هذا الدعاء لخص فلسفة الحياة عند المسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إلى الله بالإجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.